دكتور ثابت، بداية في رأيك ما هي الأسباب التي دفعت ميليشيات الحوثي للإقدام على هذه الخطوة وما أثرها؟ أخي العزيز، ما أقدمت عليه هذه الجماعة من هدم وطمس بتاريخ وتراث، أو لا أقول تراث، إنما تاريخ، صورة، ذاكرة الوطن في الوقت الحالي، هو جزء من استهداف الهوية الوطنية بشكل عام. منذ أزمنة طويلة عمد الإماميون إلى هدم التراث اليمني، التراث المادي، التراث المسموع، التراث المرئي بكل أشكاله وألوانه، وإلى اليوم لا تزال معظم أجزاء الإقليم الهمداني غير متاحة بين أيدينا، غيبت أو حكم على هذا التغييب، وكذلك مئات وآلاف المخطوطات اليمنية التي تمت بعضها إبادتها وبعضها حرقها، وبعضها تمت يعني إخفاؤها حتى اللحظة، لم نرى حتى اللحظة، وكذلك ما يعني رافق بعد ذلك الفترة، وتحديدا منذ 2014 وإلى اليوم. في الواقع هم سطوا على إرشيف كامل للدولة، إرشيف رئاسة الجمهورية، إرشيف رئاسة الوزراء، إرشيف مجلس النواب، إرشيف بات الأنباء اليمنية السبع،